بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم متابعين قناه الورشه. النهارده هنديكم 20 نصيحه عشان تحافظ على الشاشه بتاعتك طول العمر وما يحصلش فيها اي مشكله. النصائح اللي هنقولها النهارده دي بتوصي بيها اغلب شركات الشاشات. اول نصيحه معايا بيقول لي لابد، رقم واحد، لابد من القيام بعمل صيانه دوريه كل 6 شهور على الاكثر للشاشه. يعني كل 6 شهور تجيب البلاور بتاعك وتفك الشاشه مكانها وتبدا تعمل تنظيف ليها من الاتربه ومن الغبار اللي حواليها عشان تحافظ عليها. رقم 2، يفضل فصل الفيشه في حاله انقطاع التيار الكهربائي. في حاله ان التيار الكهربائي انقطع وارد انه يجي زياده او يجي ناقص، فما ينفعش تشغل الشاشه بتاعتك ولازم تفصلها عن الكهرباء لحد ما يجي يرجع التيار الكهربي وتطمن انه رجع بالفولت المناسب او انه مش عالي ومش قليل. 3، لا يجب ان تكون الشاشه بجانب اي مصدر الحراره. الشاشه ما ينفعش تكون جنب اي مصدر الحراره، لا سخان ولا بوتاجاز ولا اي مصدر الحراره، ولا شمع ولا لمبات عاليه، ما ينفعش تكون جنب اي مصدر الحراره، ولا قريبه للتكييف لو في فصل الشتاء ويشتغل تدفئه، عشان ما ينفعش الشاشه تتعرض لاي حراره. طيب كمان لا يجب ان ياتي على الشاشه بخار ماء بشكل مباشر. ما ينفعش الشاشه تكون قريبه من اي مصدر المعطرات او اي حاجه ممكن تجيب عليها بخار ماء. ده النصيحه الرابعه. النصيحه الخامسه، يجب وضع الشاشه في ارتفاع مناسب وبعيدا عن الاطفال. الارتفاع المناسب للناس اللي هي تقدر تشوف الشاشه، ما تكونش رافعه رقبتها ولا منزله رقبتها لتحت، هو ده الارتفاع المناسب للشاشه، بشرط انه يكون بعيد عن عن الاطفال. رقم 6، لا تحاول فك اي جزء من الشاشه الداخليه. ما ينفعش نمسك المفك ونفك اي جزء من الشاشه حتى لو لتنظيف، فده بيقوم به المتخصص. رقم 7، ننصح بتنظيف الشاشه كل اسبوع عن طريق قطعه قماش غير مبلله بالماء او عن طريق البلاور. رقم 8، يجب وضع الشاشه وتثبيتها في وضع غير متحرك. يعني الحوامل المتحركه يا جماعه اللي طالعه اليومين دول بلاش منها، لان الشاشه المفروض تكون ثابته عشان اجزائها الداخليه ما تتاثرش بالحركه. رقم 9، لا تجعل الشاشه تعمل دون توقف لاكثر من 3 ايام. ما ينفعش الشاشه تفضل شغاله متواصل لمده 3 ايام، لازم على الاقل تريحها ساعه في الفتره ما بين ال3 ايام دول. 10، يفضل وضع الشاشه بغرفه جيده التهويه. الغرفه اللي تحط فيها الشاشه لازم تكون جيده التهويه. 11، لا يجب وضع الشاشة في وضع مائل أو غير طبيعي. لا يجب وضع الشاشة في وضع مائل أو غير طبيعي. رقم 12، لا تقم بوضع أي شيء على الشاشة من الأعلى. يعني ما ينفعش نحط الريسيفر بتاعنا كده، بس الريسيفر بتاعنا صغير يعني. لا يجب وضع الشاشة في وضع مائل أو غير طبيعي. لا تقم بوضع أي شيء على الشاشة من الأعلى. رقم 13، يتم تغطية الشاشة بالغطاء المخصص لها في حالة عدم تشغيلها. لو احنا مش هنشغل الشاشة بنجيب غطا شاشات ونغطي الشاشة بتاعتنا لو احنا مش هنشغلها عشان الأتربة ما تدخلش جواها وتفضل لما الشاشة تبوظ من الركنة بتاعتها. رقم 14، لا تترك الشاشة في حالة تشغيل أثناء فترة النوم. ما ينفعش تنام وتسيب الشاشة شغالة حتى لو فيها مؤقت، لأن في شاشات فيها مؤقت وبتظبط بعد مثلا 2 أو 3 ساعات وبتفصل وحدها. 15، لا يجب ان تصطدم الشاشه بشكل قوي اثناء عملها. لو الشاشه شغاله ما ينفعش تتخبط بشكل جامد، لان ده هياثر على المكونات الداخليه كلها مش بس على الشاشه. لا تضع اي شيء حاد او معدن على الشاشه. ما ينفعش نحط اي شيء معدن او شيء حاد على الشاشه تجنبا لانه يسقط على الازازه بتاع الشاشه وتنكسر، وده تعتبر اغلى حاجه في الشاشه بتاعتنا. لازم نسيب مسافة كمان بين الشاشة والحائط، ودي النصيحة رقم 17. ترك مسافة بين الشاشة والحائط، هي المفروض تكون 5 سنتي، لكن 3 سنتي و2 سنتي مفيش مشكلة. رقم 18، يفضل وضع الشاشة على حامل من اللي بيتعلق، ما ينفعش طاولة أو رف. رقم 19، لا تسمح طبعا بخدش أو كسر أو تجريح الشاشة. آخر نصيحة معانا اللي هي رقم 20، لا تضع أي شيء ساخن بجانب الشاشة أو حتى بارد. لو هنتكلم على المشروبات، اما الحاجات اللي بتسخن زي الاجهزه الكهربائيه زي صاعق الناموس او زي الحاجات التانيه دي او زي الدفايه، ما ينفعش نحطها كمان بالقرب من الشاشه او اللمبات العاليه الفولتيه، ما ينفعش نحطها جنب الشاشه. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده كان مفيد ليكم. شكرا لكم متابعين قناه الورشه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.